عندما تتغلب قوة الحب على حب القوة سيشهد العالم السلام، والسلام يعني أن يشارك الجميع في صنعه والحفاظ عليه. ولذلك نناقش أهمية دور المرأة اليمنية في عملية بناء السلام في اليمن، وضيفة حلقتنا لهذا الأسبوع الأستاذة رنا غانم. أمور كثيرة تتعلق بهيكلية المفاوضات يؤدي إلى فشلها في الأخير. التعقيد الثاني أعتقد أنه يعني الحرب ولدت الكثير من أمراء الحرب والمتربحين. من وجهة نظرك أيضا حول الملف اليمني، كيف نستطيع حلحلته وإيجاد سلام شامل مستدام له؟ هي دول تبحث عن مصالحها، ما مصلحته اليوم من الملف اليمني أو ما مصلحته اليوم من الملف السوري أو الملف الليبي؟ ما هو سبب فشل هذه المفاوضات بالرغم ما نراه من حرص دوليين على إنجاحها؟ ما يحدث في اليمن ليست حرب أهلية، هي حرب سياسية بامتياز، هي حرب على مراكز السلطة والنفوذ بامتياز. النساء والسلام تشاهدونه في الأوقات التالية.